الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم إنا استعنا بك فأعنا اللهم إنا استعنا بك فأعنا اللهم إنا استعنا بك فأعنا إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من هو الأول فليس قبله شيء يا من هو الآخر فليس بعده شيء اللهم أنت الله الأحد الفرد الصمد الذي تصمد إليه الحاجات وأنت فاطر الأرض والسماوات نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور قدسك الذي أشرقت له الظلمات يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل. كلمة قالها محمد صلى الله عليه وسلم عندما حزبوا الأحزاب، حسبنا الله ونعم الوكيل. كلمة قالها إبراهيم عليه السلام عندما وضعوه في النار، اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل. على كل ظالم وظالمة، وعلى كل معتد ومعتدية، أنت حسبنا ونعم الوكيل. على كل حاسد وحاسدة، وعلى كل ساحر وساحرة، وعلى من طلب السحر، اللهم فرج هم المهمومين والمهمومات، ونفس كرب المكروبين والمكروبات من المسلمين. اللهم إنا نسألك بقوتك لا شريك لك أن تطهر الأجساد من حسد الحاسدين، ومن سحر الساحرين، ومن عيون العائنين. اللهم بعزتك لا شريك لك، اللهم واشف إخواننا وأخواتنا من المسلمين. اللهم وفك عقد السحر والعين عقدة 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 عقدة. اللهم أنت سبحانك قلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم إنا منا مهمومين ومغمومين ومحسودين، اللهم إنا منا مهمومين ومغمومين ومحسودين ومسحورين، اللهم فرج همهم، اللهم فرج همهم وغمهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، من آذاهم في رؤوسهم أو في بطونهم أو في أجسادهم أو مع أبنائهم أو مع أزواجهم أو في بيوتهم أو مع والديهم أو في أرزاقهم، اللهم إن لم ترد له هداية، اللهم فعليك به يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تهدينا وأن تهدي بنا وأن تشفينا وتشفي بنا يا أرحم الراحمين. اللهم ومن كادنا فكده، اللهم ومن كادنا فكده، اللهم من عادانا فعاده، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أنزل الرحمة والشفاء على كل مرض وسقم وبلاء، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت القادر، اللهم أنت القادر، وغيرك العاجز، أنت القوي، أنت القوي وغيرك الضعيف، برحمتك نستغيث. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون،
أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة اللهم اشفنا شفاء لا يغادر سقما ولا مرضا ولا تعبا ولا حسدا ولا سحرا ولا عينا ولا أذى من قرين ولا أذى من شيطان متوكلين عليك نرجو رحمتك والشفاء اجتمعنا بعتبة بابك حالنا الذل مساكين فقراء تعلقت قلوبنا وآمالنا بك من نقصد وأنت المقصود ومن نرجو وأنت صاحب الكرم والجود اللهم من نطلب وأنت المطلوب اللهم وآت كل واحد منا ما رجاه وما تمناه وآت كل واحد منا ما رجاه وما تمناه من خير الدنيا والآخرة اللهم هذا الدعاء منا عبادة ومنك سبحانك الاستجابة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس
إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مرضت فهو يشفين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين
أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم
فنظر نظرة في النجوم قال إني سقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسيقولون بل تحسدوننا فسيقولون بل تحسدوننا 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.